أهلا بيكم. النهاردة هناخد موضوع كده بسيط اللي هو right to work. بعمل تسجيل، هيسجل دلوقتي، ما تقلقش. فالنهاردة هناخد موضوع بسيط اللي هو right to work. معاكم المهندس عمر عبد المنعم. إن شاء الله يعني يكون الموضوع بالنسبة لنا يعني خفيف، يعني ما فيهوش حاجة صعبة إن شاء الله. احنا هنا هنتعامل مع right to work لان دي من الاساسيات اللي احنا كمان بعد ما نتخرج هنا من الكلية وهنلتحق بوظائف مختلفة، فمحتاجين نكون عارفين ايه هي حقوقنا في الوظيفة. محتاجين طبعا جنب واجباتنا اللي احنا هنقوم بيها نكون عارفين ايه هي حقوقنا ومسؤولياتنا، وايه هي كمان الاخلاقيات بتاعت العمل المتعارف عليها. زي ما قلت كده، هو الانسان من يعني مش بس احنا عشان مهندسين، الانسان يعني في مختلف الاعمال بنلاقي ان احنا مطلوب مننا ان احنا نقوم ببعض الاعمال. لازم يكون في اعمال انتاجيه او في من وراها مردود بيخدم المجتمع، بيخدم الاقتصاد، بيخدم البيئه، فبالتالي احنا محتاجين للعمل. زائد ان ده في القصاد كده بيدخل لنا طبعا دخل يساعد الانسان ان هو يعيش، فهو من ناحية بتحقق له بعض المتطلبات اللي هي بتدي له مكانة في المجتمع، وإن هو برضو يحقق ذاته من خلال إن هو بينجز عمل مفيد، وفي نفس الوقت برضو بيعود عليه بدخل يقدر يعيش بيه حياة كريمة. طبعا هنا من دي من اهتمامات الحقوق الإنسان، وهنا هنلاقي إن هي في اليونيفرسال Declaration of Human Rights وفي الـ International Human Rights Law. طيب إيه هي حقوق الإنسان؟ هنلاقي إن في الـ Universal Declaration of Human Rights Article 23 بتقول إن everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work, and to protection against unemployment. ده معناه ايه؟ ان من حق كل انسان ان هو يحصل على حقه في العمل، ان هو يختار الوظيفة. طبعا هنا كمان يختار نوع الوظيفة ويختار ان هو يشتغل او ما يشتغلش، يعني ده من حقه برضه. وان هو يحصل على ظروف عادلة وظروف مهيئة للعمل، وإن هو يكون محمي من إن هو يتعرض للبطالة أو إن هو ما يحصلش على فرص عمل. نقطة إن everyone without any discrimination has the right to equal pay for equal work. يعني بدون أي تمييز، discrimination يعني تمييز، من حق أي حد بدون أي تمييز إن هو يحصل على مقابل مادي لنفس العمل. يعني لو في اتنين بيعملوا نفس العمل وما فيش ما بينهم اي عمل اضافي بيتم، ما فيش اي مهارات زيادة، ما فيش متطلبات عمل زيادة، في الحالة دي الاتنين المفروض يحصلوا على نفس الاجر، ما فيش اي تمييز بناء على. هنشوف برضو ايه انواع التمييز اللي ممكن تحصل. ثالث نقطة ان everyone who works has the right to just and favorable remuneration, ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity and supplemented if necessary by other means of social protection. أستأذنكم ثانية واحدة. طيب نرجع تاني هنا. بنتكلم ان برضو من حق اي حد بيحصل على عمل، من حقه ان هو يحصل على تعويض مجزي. يعني تعويض طبعا هنا اللي هو المقابل المادي اللي هو بيحصل عليه يكون مجزي، ويحقق له لي ولعيلته حياة آدمية، يعني الديجنتي اللي هي الكرامة، حياة آدمية كريمة،
وكمان يكون معاها بعض المحفزات لو مطلوب زي السوشيال بروتكشن او الحمايه الاجتماعيه. فهنا دي برضو من النقط المنصوص عليها في ارتكل 27. النقطه الرابعه والاخيره هنا ان everyone has a right to form and join trade unions for the protection of his interests. يعني من حق اي حد ان هو ينضم ل trade unions اللي هي النقابات او الاتحادات العماليه، اي ناس بيكونوا بيشغلوا وظيفه معينه بيحاولوا ان هم يتجمعوا لان بيكون ليهم مطالب معينه محتاجين ان صوتهم يوصل دايما، ايه يشاركوا مشاكلهم مع بعض او يشاركوا برضو طموحاتهم، يقترحوا على الحكومه او على الدوله ايه الحاجات اللي هم محتاجينها، فبالتالي بينشئوا النقابات او الاتحادات عشان يحاولوا يحافظوا على الحقوق بتاعتهم. فهنا من حق أي حد إن هو يقدر ينضم لأي من هذه الاتحادات أو النقابات. هنا أرتكل 24 وهي برضو مرتبطة بأرتكل 23. Everyone has the right to rest and leisure including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. يعني أنت برضو من حقك إنك تعمل ومن حقك إنك تحصل على راحة أو تحصل على فترة ما تكونش عامل فيها أجازات، وده كمان إنك برضو ما تعملش الأوقات كتيرة. يعني الراحة مش بس إنك تاخد أجازة، الراحة إنك بدل ما أنت بتعمل 16 ساعة متواصلة ده ما ينفعش، لازم طبعا تعمل لأوقات عمل محددة، تاخد ما بينهم بريكس محددة. وكمان طبعا لو حد هيطلع كمان على المعاش يبقى من حقه ان هو يعمل ده. فهنا برضو كمان periodic holidays اللي هي كمان الأجازات الدورية، وده يكون مدفوع الأجر with pay، يعني ان هي تكون كمان مدفوعة. فدي من حقك، مش ان انت بتنفصل عن العمل، لا دي حاجة انت بتحصل عليها من ضمن مكتسبات العمل او من ضمن حقوقك في العمل، هو انك تحصل على الأجازة او على الراحة وتكون مدفوعة الأجر طبعا ليها أوقات معينة أو ليها عدد أيام معينة. جينا لأن إحنا كنا اتكلمنا على الـ discrimination أو التمييز. فهنا إحنا بنقول every person has a right to equal treatment with respect to employment without discrimination. يعني صاحب العمل لما يجي يوظف الناس لازم يعملهم كلهم بمنتهى المساواة، ما يكونش في أي نوع من أنواع التمييز. طيب إيه أنواع التمييز اللي ممكن تكون موجودة؟ زي الريس والسنتستي. فعندنا برضو place of origin. طبعا الريس اللي هو الأصل بتاع الإنسان أو العرق، place of origin اللي هو الأصل بتاعه أو مكان الولادة بتاعته أو منشأه، color اللي هو لونه، citizenship يعني جنسيته، religion والcreed يعني المعتقد أو الدين، الجندر اللي هي النوع سواء كان ذكر أو أنثى، age اللي هو السن أو العمر، record of offenses اللي هي السجل الإجرامي، marital status اللي هي الحالة الاجتماعية، والfamily status اللي هي الحالة بتاعت الأسرة سواء كان عنده أسرة أو لا، والdisability. فدي كده أنواع من أنواع العنصرية اللي ممكن تحصل. طيب لو جينا كده نقسمهم، تعالوا برضو إيه ناخدهم كده واحدة واحدة. ممكن بنبص على الريس والplace of origin والcolor والcitizenship، هي برضو مجموعة من الحاجات المرتبطة إن ممكن حد بيتعرض للعنصرية نتيجة إن هو مثلا في الوظيفة مثلا ما يتوظفش أو ما يتعينش عشان عنده مثلا لكنة أو accent في كلامه. فممكن يقولوا لا ده غير لائق مثلا للشغل. ممكن ان هو كمان يعني ايه يدوله
مهام أو يعفوه من مهام نتيجة برضو منشأه أو هكذا. فيبقى مثلا المناصب القيادية بيتم إعطائها لناس من أصول معينة، والمناصب مثلا اللي هي شريحة العمال أو كده برضو بتتجاب من بلاد أو أصول معينة. فبالتالي دي من الحاجات اللي بناخد بالنا منها، إن طبعا إيه صاحب العمل لا يجوز ليه إن هو يميز الناس بناء على كده. الريليجن والكريد اللي هي المعتقد أو الدين، فإحنا يعني من حق طبعا الموظف إن صاحب العمل يحترم معتقده ما يتدخلش فيه. طبعا إذا كان الموظف محتاج مثلا يعني من حقوقه مثلا هو لو محتاج بريك عشان يؤدي صلاة، لو عنده مثلا أعياد دينية، لو في زي ديني معين محتاج يلبسه في فترات معينة، فمش من حق صاحب العمل إن هو يمنع الموظف من كده. برضه ممكن يحصل تمييز على أساس زي ما قلنا النوع اللي هو الجندر. برضه من الأمثلة اللي على الموضوع ده إن مثلا ممكن تكون امرأة ما تتعينش في وظيفة أو ما تترقاش لأن مثلا في شغلها هي مثلا حامل، فيقولوا لا ده دي إيه، إحنا يعني واضح إن هي بعد كده هيبقى عندها أسرة، فبالتالي يعني مش هنعرف نعتمد عليه، أو إن هي مثلا يكون لسه عندها خطط للإنجاب، فيقولوا لا ده يعني إيه بعد كده هتنشغل مش هتعرف تكمل معانا، فبالتالي تتحرم من بعض المميزات في العمل نتيجة إن هي أنثى. الإيدج، وهنا يعني قانون العمل اللي بنتعامل معاه دايما بيكون مصنف إن الشخص اللي بيعمل بيكون من سن 18 سنة لما فوق، مفيش حد أقصى طبعا لأن الإنسان يتمتع بحقوقه في العمل، فمن حقه من أول 18 سنة إن هو يحصل على كافة حقوقه في العمل بدون أي تمييز من حد صغير أو حد كبير ما دام الكفاءة موجودة وما دام إن هو بيأدي دوره زي ما هو مطلوب منه. Record of Offenses اللي هي زي ما قلنا السجل الإجرامي. لما حد يقدم على وظيفة برضو الموظف اللي بيقدم ده مش من حق صاحب العمل إن هو يسأله عن إذا كان ليه سجل إجرامي أو لا. هنا في مصر مثلا لما حد بيجي يتعين في وظيفة بيقدم شهادة اللي هي بنسميها الفيش والتشبيه، دي بتبين خلوه من أحكام حالية أو لسه لم تنقضي مدتها، لسه أحكام موجودة عليه ما خلصتش أو ما خدش فيها يعني إيه براءة أو عفو. بس ولكن لو حد كان عنده أي سجل إجرامي في السابق وخلاص قضى مدة عقوبته أو أخد عفو أو أي مكان، خلاص مش هتفضل بقى وصمة معاه طول حياته، يعني من حقه إن هو يرجع بقى يتمتع بحقه في العمل زيه زي أي واحد تاني. الماريتال ستيتس مقصود بيها زي ما قلنا كده اللي هو الحالة الاجتماعية، إذا كان الموظف ده متزوج أو أعزب أو مطلق أو أرملة أو أي حالة اجتماعية، دي برضو مش من الحاجات اللي بيتم أخذها في الاعتبار في حق أي حد في العمل، هو من حقه إن هو برضو يتمتع بالعمل ويحصل على وظيفة بدون النظر للحالة الاجتماعية. والفاميلي اللي هي إذا كان بقى مثلا أب إذا كان بيعول، يعني كل برضو دي حاجات ملهاش دخل برضو بحقه في العمل. الديسابيليتي، وهنا مقصود بيها الديسابيليتي اللي هي الإعاقة، مقصود بيها أي درجة من درجات الإعاقة أو العجز أو التشوه نتيجة مثلا إصابة أو حد مولود بأي من هذه الإعاقات. إذا كان الموظف عنده نوع من الإعاقة فهو له الحق كمان إن هو يحصل على المعدات أو الأدوات أو أي خدمات تساعده إن هو يقوم بعمله اللي مطلوب منه، يعني مش إن هو يتحرم من الوظيفة، بالعكس إن الموظف أو صاحب العمل يوفر له الأدوات والمعدات اللي هتساعده إن هو يقوم بوظيفته. برضو مرتبط حاجة بالموضوع ده إنه لا يجوز لصاحب العمل ان هو برضو كمان
يطلب إجراء فحوصات طبية أو أي كشف طبي على الموظف، أو إنه يجيب له تقرير طبي مثلا بخلوه من الأمراض أو الإصابات إلا بعد ما يتم توقيع عقد العمل المكتوب. يعني ما نشوفش إن حد عنده مثلا مرض مزمن فصاحب العمل يقول لا أنا مش هوظفه لأن ده هيكلفني تأمين وصرف علاجات شهرية وهكذا. هو برضه من حقه إن هو ما دام مؤهل إن هو يحصل على ده، ولكن ممكن بعد ما يحصل على الوظيفة ويوقع العقد أو إن هو يبدأ يعني يباشر عمله بيتعمل بقى مثلا كشف طبي عشان التأمينات، عشان لو عنده أي مشاكل أو كده المفروض العمل بيوفر له تأمين على الجزء الطبي. الأمور واضحة؟ في أي مشاكل أو حد عنده أي سؤال؟ إحنا بنحب دايما لو في أي تعليقات أو نقاشات برضو ده يكون حاجة بتثري الموضوع يعني، فلو حد طبعا عنده أي مداخلة أو حاجة برضو إيه ممكن نتوقف كده ونستمع ليه. ممكن يحصل discrimination على مثلا المنطقة بتاعة السكن أو كده، لو حد مثلا عايش قريب أو بعيد من المكان أو كده يعني. مظبوط، شكرا يا سارة. هنا اللي هي ترجع لنقطة 2 دي اللي هي place of origin أو المنشأ. طبعا هنا بنتكلم على دولة أو زي ما أنت قلت كده منطقة سكنية معينة. صاحب العمل ملوش الحق طبعا إن هو إيه يقول لا ده أنا هاخد من منطقة معينة أو لا، ما دام الموظف ملتزم بإن هو بيجي في ميعاده. صاحب العمل ملوش دعوة بقى إيه اللي بيحصل بعد كده. ولكن طبعا هنا ده برضو يفتح لنا نقطة تانية، إن ممكن يكون صاحب العمل ليه بعض الحق يعني في إن هو مش يعمل تمييز، ولكن نتيجة طبيعة العمل ممكن يرفض حاجة معينة. زي مثلا إيه؟ هنلاقي مثلا مثلا يعني خلينا ناخد مثال في الريس او السيتيزنشيب او الجنسيه. ممكن يكون حد هو معاه جنسيه بس هو محتاج تصريح معين عشان يعرف يشتغل في الدوله دي. يعني هو مش مجرد ان انا مثلا واحد انا مصري مثلا وسافرت دوله تانية ما اقدرش اشتغل يعني اقول له انت ميزتني عشان جنسيه، لا هو انا محتاج اوراق عمل اصلا عشان اعرف اشتغل في الدوله اللي انا هسافر لها دي. ممكن يكون مثلا حد كنا بنتكلم في الريس او العرق اللي ممكن يكون فيه اكسنت، ممكن يكون حد هو خدمته او شغلته خدمه عملاء وهو مضطر هيتعامل مع ناس بلغه معينه او بلكنه معينه، فبالتالي طبيعه العمل نفسه ممكن تكون متطلبه ده. ولكن احنا بنتكلم كقواعد عامه، ممكن ايه نشوف ساعتها بقى ايه هو الحدود عن كده. ممكن برضو زي ما قلنا ايه في مثلا في الايدج، ممكن يكون عمل هو هيكون مرهق جدا لحد مثلا كبير في السن، فصاحب العمل ما يقدرش ان هو يكلفه لو بعمل بدني قوي او حاجة ما يقدرش برضو ان هو يكلفه. في الحالات دي بيكون عنده حق شوية في ان هو مثلا كمان يعني يبين ده اللي طالب للعمل او المقدم للوظيفة. في الحالة دي يبقى عارف هو ما اترفضش عشان هو في حاجة مثلا سلبية او حاجة غلط، لا هو لان طبيعة العمل هي نفسها ممكن تكون مرهقة ليه بعد كده. طيب انا هكمل برضو، لو في اي مداخلات برضو هكون سعيد جدا ان انتوا تشاركونا بيه. بس أكيد يعني أكيد اللي بيقدم على وظيفة هيبقى عارف النظام بتاعها أو المجهود اللي هيبذله فيها. المفروض يعني المفروض طبعا ان كمان صاحب العمل وهو بيعلن عن الوظيفة يعلن عنها بمنتهى ايه التفاصيل والشفافية، ما يبقاش فيه هو عارف ان هي وظيفة مثلا مجهدة او هو بس مستني الناس تقدم ويدخله في الوظيفة كده ايه يدبسوا فيها يعني. لا هو المفروض طبعا يكون
عامل إعلان عن الوظيفة بحيث إن هو موضح إيه اللي فعلا الوظيفة وإيه المهام اللي هتكون مطلوبة، بحيث إن يكون اللي بيقدم هو عارف إيه اللي هيطلب منه، فبالتالي هو واخد قرار إن هو يستحمل ده ويقدر يقوم بالوظيفة دي أو لا. بس يعني برضو نبص برضو الجوانب تانية، إن في بعض الناس بتقدم على الوظيفة وخلاص، هو عايز يتوظف وخلاص. حتى في ناس ما بيكونش مؤهلة للوظيفة ويقول لا ده أنا هعرف أقوم بالوظيفة دي رغم إن هو غير مؤهل. دي طبعا ممكن بتبان شوية في الانترفيوز بقى اللي بتتعمل، أو المقابلات اللي بتتعمل قبل الشغل، بحيث يتقيم الشخص ده هل هو فعلا مؤهل للشغل ده ولا لا. تمام، شكرا يا أمي. طيب هل الحق في العمل يعني ان كل الناس تعمل، هل ده كده بس هو شيء كافي؟ هنلاقي ان احنا في اثناء جائحة كورونا في 1.6 بليون 1.6 مليار informal economy workers، يعني عاملون بيعملوا في القطاع الغير رسمي او يعني لا يخضعوا لأي من السوشيال بروتكشن أو الحماية الاجتماعية. فهنا بيقول لنا هو ليكس سوشيال سيفتي نت، يعني ما عندهمش أي حماية اجتماعية موجودة. were significantly affected by the pandemic، يعني أثناء الجائحة دول فقدوا وظائفهم، أو يعني على الأقل حتى لو معاه الوظيفة ما بقاش شغال، وبالتالي ما عندوش أي بقى إعانة أو معاش يقدر إن هو يعتمد عليه في الفترة. فهنا برضو في ناس كتير برضو بتعمل ولكن ما بيحصلوش على حقهم في الحماية الاجتماعية اللي هي تقدر تساعدهم في جائحات زي مثلا اللي حصل في الكورونا، أو مثلا أثناء تعرضهم لإصابة، لأن في ناس بتشتغل في ظروف برضو سواء مثلا في المقاولات أو الأعمال الإنشائية أو في المصانع، ممكن لو مش متأمن عليه وحصل له أي إصابة هو كده فقد قدرته على العمل، ولو ما عندوش معاش مش هيقدر إن هو يكمل، مش هيقدر يكون ليه دخل بعد كده. فبالتالي دي برضو من الحاجات اللي لازم نهتم بيها، إن دايما أي حد بيحصل على وظيفة بيحصل معاها برضو على تأمين اجتماعي وكمان تأمين طبي ضمن الوظيفة اللي هو متعين فيه. هنلاقي إن إحنا في برضو عندنا الـ UN Sustainable Development Goals أو بنسميها الـ SDG اختصار Sustainable Development Goals، حد سمع عنها قبل كده؟ يا باشمهندس بناخدها في الـ Selected Topics. طيب هايل جدا. طيب طبعا دي لو عندنا خلفية عنها أو ما عندناش، مهم جدا إن إحنا نكون عارفينها، لأن دي برضو بتوضح لنا كتير من الترندز اللي ماشية في العالم بشكل عام. طبعا هي أهداف، هم 17 هدف من 1 ل 17 هتلاقيهم كده مترتبين، ودي أهداف حطتها الأمم المتحدة عشان تواجه المشاكل اللي اجتمعت إن كل العالم محتاج إن هو يواجهها. طبعا ليها تايم فريم أو ليها إطار زمني لغاية 20، إن كل هدف من الأهداف دي ليه بعض النتائج المرجوة أو بعض النتائج اللي إحنا عايزين نوصل لها. من ضمنهم هنركز هنا على رقم 8، هنلاقي إن هو decent work and economic growth. decent work يعني اللي هو العمل المناسب، لو قريناها كمان بشكل هنا طبعا مكتوبة مختصر، هي promote sustained inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. يعني ان احنا نحفز النمو الاقتصادي المستدام، يعني ما يكونش حلول مؤقتة للنمو الاقتصادي، يكون حل مستدام. inclusive يعني شامل، بيشمل كل المجتمع، كل الفئات بتاعته. سستن يكون بقى ايه مستمر.
full and productive employment يعني توظيف برضو فعال، لأن إحنا مثلا في بعض الحلول اللي كانت بتطرح إن مثلا حاجة بنسميها البطالة المقنعة، يعني إيه نلاقي مثلا في بعض الأماكن في موظف بيسلمنا طابع البوست، وفي موظف تاني بيسلمنا بندفع عنده الفلوس، وفي موظف تالت بيختم لنا الورق اللي احنا بنا. فنلاقي ان في موظفين وكده كل الناس شغاله، ولكن هي في الاخر بطاله مقنعه، ممكن كل المهام دي يقوم بيها واحد، بس احنا عشان نقول ان احنا وظفنا ناس كتير بدانا ان احنا ايه ندخل ناس في النص كده في مهام ممكن ان احنا نستغنى عنها. فبالتالي هنا البرودكتيف امبلويمنت يعني ان احنا يكون فعلا في انتاج بيحصل من ورا الشغل ده، والديسنت ورك يعني ان احنا يكون العمل ده برضو عمل ادمي بيحافظ على الانسان اللي بيعمل فيه. فده الهدف الثامن، وده يمكن من الحاجات زي ما قلت كده ان احنا نبص على اهداف الامم المتحده. يمكن احنا بس ايه بنتعرض للموضوع ده عشان نبقى عارفين، ولكن مهم جدا نبص عليهم، وهتلاقي ان هي ليها طبعا دعايه كتير محطوطه لو حد حابب ان هو يطلع على اي توبيك من التوبكس دي. برضو في عندنا برضو مؤشرات بتقول لنا على الوضع بتاع حقوق الإنسان بشكل عام في كل دولة، واحنا هنا هنركز على حق العمل اللي هو الموضوع بتاعنا النهاردة، واخترنا الدولة اللي هي طبعا مصر. فهنا في موقع ممكن ندخل عليه اللي هو اسمه rightstracker.org، هي ضمن initiative اسمها Human Rights Measuring Initiative، ممكن نطلع عليها نقدر يعني هي فيها يعني ايه tools كده تفاعلية او ادوات تفاعلية. مثلا لما اخترت right to work in Egypt، فهنا طبعا هو بيديني rights اللي هو مثلا زي education والfood والhealth والhousing، هنلاقي الwork هنلاقي ان هو 69.6%. طبعا هنا هو بيحط المعايير اللي احنا اتفقنا عليها دي، وبيشوف هي متطبقة قد ايه، وبيقارنها كمان ببعض الدول التانية. هنلاقي كمان هو بيدينا تعليقات، يعني مثلا مصر مقارنة بالدول مثلا شمال أفريقيا فهي above average، يعني ممكن نبص على المؤشرات. وبرضو بيدينا كل سنة، يعني احنا هنا المؤشر ده ممكن نبص بقى على كل سنة، في 2007 2008 2009 بعد كده زادت، في 2010 11 12 زادت، بعد كده فضلت ثابتة، ويمكن في 2017 قلت بعد كده ثابتة. طيب فده كده اللي هو ايه البرفورمانس بتاع حقوق العمل في مصر. طبعا يمكن نلاقي بعض الملاحظات كده، يعني احنا مثلا حقوق العمل كانت زادت بعد 2000 من اول 2010 و2011، ويمكن ده كان مرتبط بالفترة بتاعت الثورة وكده، فالناس بدأت تطالب بحقوقها. يمكن كنا واصلين لتقريبا 80%، بعد كده ممكن في 2017 نزلت شوية. يعني عايزين بقى حد مركز كده ممكن يستنتج لنا ليه في 2017 نزلت، اشمعنى 2017 بالذات؟ لو حد متابع الأخبار الاقتصادية تعاون الجنيه؟ أعتقد تعاون الجنيه بالضبط. في 2017 طبعا مع التعويم اللي حصل في ناس يعني بدأ أصحاب العمل يفكروا يعني بعضهم طبعا بيفكروا بإيه، إن أنا عشان أخفض المصاريف بتاعتي نتيجة إن زادت عليا بعض زادت عليا مثلا أسعار خامات أو زادت عليا مصاريف، فأنا عشان أوفر شوية هسرح شوية من العمالة. طبعا إنك تخرج حد من الشغل هي المفروض ما تتمش بشكل إن أنا إيه النهاردة أجيب العامل أقول له أنت خلاص بكرة مش معانا، لا، ليه العامل ليه حقوق المفروض يحصل عليها. وللأسف
ممكن خلال الفترة دي كتير من الناس فقدت وظائفها أو تأثر، أو مثلا مرتبها اتغير. يعني حتى تغيير المرتب ذات نفسه المفروض حتى يتم بقواعد منصوص عليها، والمفروض تتم بشكل سليم. فهنا يمكن دي من الحاجات اللي أثرت شوية على حقوق العامل، إن في ناس فعلا تعرضت لظلم أثناء فترة 2017. ويمكن لو كملنا كمان الجراف يمكن للأسف نلاقي إن في 2020 برضو نتيجة جائحة كورونا وفي ناس كمان برضو تاني فقدت وظائفها، ممكن يكون مؤشر ده بينزل. بس نتمنى إن طبعا إن الأمور دي يعني تتحسن في المستقبل. ويمكن عشان كده يعني في تشريع في مصر لقانون عمل جديد. يمكن قانون العمل القديم كان معمول في 2003، فهو بقاله فترة طويلة جدا، يعني داخل على 20 سنة، يمكن بقاله 19. وفي قانون اللي هو يعني هو دلوقتي مشروع قانون، وهيتم إصداره إن شاء الله في السنة دي 2022. بيحافظ بقى على المشاكل اللي كانت حاصلة في الفترة اللي فاتت. زي إيه مثلا؟ الويك بيمنت سيستم، ويك اللي هو المرتب يعني أو الأجر، ده اللي هو اللي هو نظام دفع المستحقات للموظف. ثانية واحدة. اللي هو قلنا القانون ده بيحاول يعالج بعض المشاكل، من ضمنها زي ما قلنا الويت بيمنت سيستم أو نظام دفع المستحقات للموظف. فهنا صاحب العمل مش من حقه إن هو ما دام متفق مع العامل اللي عنده أو الموظف إن هو مثلا بينزل له الأجر بشكل شهري، يعني الموظف بيحصل على أجره بشكل شهري، ما يحقش لصاحب العمل إن هو مثلا يقول له لا ده أنا هنزل لك المرتب كل أسبوعين أو مثلا كل يوم، أو العكس إن هو يقول له لا ده إحنا في ظروف حاليا فهننزل مرتب كل شهرين. فبالتالي لازم ده ما يتمش، يعني ده هيكون منصوص عليه في القانون الجديد إن هو ما يتمش إلا بموافقة الموظف. يعني هي ممكن طبعا لظروف بتحصل او تغيير هيحصل في طبيعه العمل ممكن ده التعديل ده يحصل، ولكن ما يحصلش من طرف واحد، يعني ما يجيش صاحب العمل هو اللي يعدل ده، لا لازم يكون باتفاق مكتوب موقعين او بيعدلوا بقى العقد الموقع ما بين الطرفين اللي هو صاحب العمل والموظف. برضو اللون باي باك برسنتج، او لو موظف مثلا اخد سلفه من الشركه، فمش من حق الشركة إن هي تخصم أكتر من 10% من راتب الموظف لسداد السلفة. يعني ما تجيش تقوله لا أنا هاخد نص مرتبك الشهر الجاي عشان إيه أسدد بيه السلفة، لا هي ماكسيمم أو كحد أقصى تاخد 10% من مرتبه عشان يتبقى له في الآخر حاجة برضو تعيشه أو توفر له الحياة الآدمية المطلوبة. برضو prioritizing employee dues، يعني لو شركة مثلا تعثرت وبقى عليها مديونيات لجهات مختلفة، بقى عليها مديونية لجهات دائنين يعني شركات تانية أو مستحقات، وعليها برضو مديونيات مرتبات مثلا للموظفين، يعني هي الشركة خلاص إيه يعني حالتها تعثرت، فبدأت إن هي تسدد بقى، بدأت تسدد المستحقات اللي عليها، فالأولوية بتيجي للموظف، لأن طبعا الشركات اللي بيكون ليها مستحقات عن شركات تانية بتقدر تجيب محامين وتاخد حقوقها وهكذا، ولكن الموظف هو اللي ممكن يجوا عليه ويأخروا المستحقات لحد ما يدفعوا مستحقاتهم للدائنين التانيين. فهنا القانون برضو بدأ إن هو يقف في صف الموظف أو يحميه من الحتة دي، إن هو يكون الأولوية الأولى
ان يتم الاول سداد جميع التزامات الشركه المتعثره دي بالنسبه للموظفين، بعد كده تبدا تسدد التزاماتها بالنسبه للشركات التانية. طبعا هيكون في كمان تعديلات تانية خاصة بأوقات العمل والأجازات، وإن لما يكون حد بيشتغل في منطقة نائية فيحصل على يعني أجازات أطول أو عدد أيام أجازات يعني أطول. فده إن شاء الله يعني هيكون القانون اللي نتمنى إن هو يصدر في السنة دي 2022. آخر موضوع هنتطرق ليه اللي هو الورك إيثكس. ورك إيثكس أو اللي هي أخلاقيات العمل، أو طبعا الأخلاقيات هي المواقف اللي هي بتحدد السلوك أو بتبرر التصرف إذا كان صحيح أو لا. فإحنا هنا زي ما إحنا بنشوف حقوق الموظف في العمل، محتاج برضو إن هو يهتم بالأخلاقيات والواجبات اللي عنده. فهنا الأخلاقيات دي برضو بشكل عام يكون متعارف عليها، زي ما قلنا إيه دي بتبرر السلوك الصح والسلوك الخاطئ. ناخد ليها أمثلة زي مثلا responsibility، يعني responsibility يعني المسؤولية. يعني احنا بنتكلم على المسؤولية في اتخاذ القرار الصحيح أو تصحيح أي خطأ أنا عملته. يعني لو أنا تسببت في خطأ فالمفروض أكون مسؤول وحاول أصحح الخطأ ده. أو طبعا لو أنا بشتغل في وظيفة وشايف إن في نتائج هتكون أفضل، أي حاجة تحسن من العمل، من مسؤوليتي إن أنا بقى أقوم بالعمل ده. برضو هنا عايزين كمان نفرق ما بين، يمكن دي حاجات هتقابلنا من المفاهيم يعني اللي ممكن يحصل فيها خلط لما نيجي بقى نشتغل بعد كده. في عندنا احنا responsibility او اللي هي المسؤولية، وفي accountability اللي هي بنسميها المحاسبة. حد يعرف الفرق بين responsibility و accountability او المسؤولية والمحاسبة؟ السؤال ايه الفرق بين responsibility و accountability او المسؤولية والمحاسبة؟ كان حد يقول لنا كده ايه اللي خطر على ذلك؟ انا خاطر على بالي مثلا ان هو responsibility ان كل موظف بيبقى دي مسؤوليه مختلفه، لكن الاكاونتابيلتي مثلا لو حصل خطا او مشكله في الشغل، فمثلا يعني الاكاونتابيلتي بتبقى متساويه بكل الاطراف الموجودين في المشروع مثلا، حاجه زي كده. تمام ماشي، شكرا يا امنيه. ايوه فعلا كده. يعني ايه مثلا، تعالوا ناخد مثال. احنا عندنا خط انتاج، في عندنا مدير مسؤول عن ان هو يحط خطه الانتاج، في عندنا مهندسين بيتابعوا الانتاج ومعدلات الانتاج والصيانه، في عندنا عامل واقف على المكنه. كل واحد ليه responsibility، كل واحد ليه مسؤوليه، ان مسؤوليه المدير ده ان هو يطلع الخطه في الوقت المطلوب ويتحقق للشركه النتائج المطلوبه. المهندس ده مطلوب انه هينفذ الخطه دي ويحافظ على المعدلات بتاع الانتاج المطلوبه وهكذا، والعامل ان هو يجي في ميعاده ويشتغل على المكنه في ميعاده ويطلع الكواليتي المطلوبه وهكذا. كل واحد فبالتالي كل واحد ليه responsibility، كل واحد ليه مسؤولياته. ولكن الاكونتابيلتي بتظهر امتى بقى؟ طلع غلط بقى في الانتاج، مين اللي بيتحاسب؟ عاده بيلقى اللوم على العامل لان هو الحلقه الاضعف في الموضوع. ولكن الاكونتابيلتي هي مسؤوليه بقى، او اللي هي اسف المحاسبه، هنا بقى على حسب كل واحد ودوره، ويمكن هو المفروض يعني ان هي تكون بالتساوي او على حسب الخطا حصل فين بشكل ادق يعني. والمفروض العكس، يعني كل ما يكون الإنسان بيتدرب في المناصب الإدارية المفروض كل ما الأكاونتابيليتي بتاعته تزيد، كل ما المحاسبة تزيد، لأنه هو بقى مسؤول أكتر، هو في إيده قرار، هو يعرف يعمل تغيير.
بينما كل ما حد يكون لسه في الشريحة الأولية يعني في العمل، مفروض الأكاونتبيليتي بتاعته تبقى قليلة، لأن هو المهام المطلوب منه مهام بسيطة ومش في إيده اتخاذ قرارات أو تغيير أي حاجة. فهي على الأقل تكون متساوية الأكاونتبيليتي، أو تكون متوزعة من الأكاونتبيليتي الأعلى على المناصب الإدارية الأعلى. عندنا في الاسكس برضو حاجة تانية اللي هي الانتجريتي، او هنا ان هو ايه النزاهة. يعني مثلا لو احنا بنتعامل مثلا في مشروع وعميل عرض علينا ان هو ايه يدينا فلوس كده عشان نديله هو المشروع ده ينفذه، مثلا لو احنا مثلا شركة مقاولات او حاجة، وجالنا حد عايز يشتغل معانا في مشروع، او عارفين المناقصات او كده، بيكون دايما فيه بيحاول اختيار المقترح اللي هو الاقل، فبالتالي ممكن يحصل بعض الاختراق يعني للنزاهة دي او الشفافية، في ان احنا ممكن حد مثلا ايه بطريقة غير نزيهة يحاول يحصل على حقوق مش بتاعته. ويمكن مثلا سمعنا عن مصطلحات زي الاختلاس، مثلا ممكن حد ياخد لو هو مثلا مسؤول عن خزنة أو مسؤول عن موارد معينة، مش لازم تكون فلوس يعني، ممكن حد يكون في مشروع مثلا مشروع إنشائي مثلا وفي خامات كتير وحاجات، أيوة يعني لو خدت شوية من الطوب دول مش محدش هياخد باله، لو أنا خدت شكارتين مش عارف إيه محدش هياخد باله. بالتالي دي من الحاجات اللي مطلوب ان احنا نحافظ عليها اللي هي الانتجريتي او النزاهه. في عندنا الثالثه اللي هي بانكتشواليتي، اللي هي الالتزام بالمواعيد. يعني دي طبعا من الحاجات اللي مش محتاجين نعرف المصريين ليها، ولكن لازم يكون في مواعيد، مثلا لو متفقين على مواعيد حضور وانصراف لازم نلتزم بيها. لو في اي مواعيد لتسليم فلازم نكون برضو ايه بنلتزم بيه، وخصوصا كمان لما اجي اوعد بميعاد. يعني ممكن ناس بتحاول ان هي مثلا تحصل على مشروع معين بان هو يقول ده انا هنفذه في فتره قليله، بينما هو الموارد اللي عنده ما تجيبش ده، يعني حسابيا او اداريا يعني لما يجي يخطط يلاقي ان هو ما يقدرش كده، بس هو وعد بكده بس لمجرد ان هو يحصل على العمل ده او على المشروع ده. فهنا البانكتشواليتي او الالتزام بالمواعيد من الحاجات الاخلاق المهمه اللي احنا محتاجين نهتم بيها. فيرنس اللي هو العدل، زي ما اتكلمنا في الاول عن ان كل الناس ليها الحق في العمل بدون اي تمييز، فلازم ان احنا برضو نراعي، خصوصا لو احنا بقى في مناصب فيها قرار زي مدير او لي اي سلطه يعني في العمل، لازم اراعي ان انا بعدل ما بين كل الموظفين. فما اكونش بدي مثلا اجازات او ترقيات لناس قريبه مني ليهم اي ميزه، مثلا حد كان شغال معايا في الكليه فانا ايه ما اقدرش اكلمه، ده احاول ايه اخلي الشله بتاعتي هي اللي مسيطره على العمل او هي اللي ليها مميزات في العمل. المفروض أعامل كل الناس بمنتهى المساواة بدون أي تحيز لأي حد. اللي هي إن أنا أعامل كل الزملاء باحترام، مثلا حد رد علي السلام أو حد أو يعني حد بيسلم علي أرد عليه السلام بالترحيب زي ما هو رد زي ما هو سلم علي. أقدر طبعا الأكبر مني في السن، حد من زملائي تعرض ل شيء خارج العمل مثلا بعض الظروف الأسرية أو كده، وهو مثلا بيمر بظروف يعني مش كويسة أو متأثر يعني نفسيا، فأحترم مشاعره. فده اللي هو برضو إيه اللي بنسميه ريسبكت أو الاحترام للزملاء. التيم ورك، وهنا ده المقصود بيه طبعا إن إحنا دايما بنهتم في عملنا إن إحنا نحقق يعني في أي شغل محتاجين إحنا نطلع بأكبر قدر من الاستفادة من أداء الفريق، لأن دايما الفريق بيطلع أوتبوت أو بيطلع منتج أكبر من كل الفرد لما يكون شغال لوحده. فبالتالي ميزة المجموعة إن هي أداءها مفروض بيفوق مجموع أداء كل فرد لوحده، وبالتالي
بهتم جدا ان انا احافظ على التيم ورك. طبعا هنا لو حد يعني كامثله لو حد طلب مني اي مساعده وانا عندي المعلومه او عندي المورد اللي اقدر اساعده بيه بالتالي احاول اساعده، او على الاقل لو ما عنديش احاول ارشده للي هيساعده. لو انا عندي بس ايه اقتراح ممكن اقترحه عليه. الابيرنس هنا اللي هو مقصود بيه المظهر. طبعا مظهرنا هنا بنتكلم يعني شامل النظافة الشخصية، الزي اللي بنلبسه، ان هو يكون لائق طبعا مع الشغل اللي انا فيه. وده من الحاجات طبعا اللي يعني ايه لازم نهتم بيها بشكل اساسي. كلينلنس اللي هنا النظافة المقصود بيها بقى بيئة العمل نفسها، أحافظ على المكان اللي أنا فيه مرتب نظيف، خصوصا لو هي مساحات مشتركة مع زملاء تانيين. ما حاولش إن أنا أجور على حد، ونحاول إن إحنا جميعا نحافظ على المكان مرتب ونظيف بحيث إنه يكون مناسب للشغلين كلهم. وآخر نقطة اللي هي الهارد ووركينج. هارد ووركينج يعني هنا دايما يعني ايه عايزين نفكر فيها، ان انا مش مطلوب مني اشتغل اكتر، يعني هي مش بالمجهود اللي قد ما هي المقصود بيها ان انا اقدم اقصى انتاجية. يعني انا مثلا مطلوب مني ان انا بشتغل 8 ساعات، من المفترض يعني ان انا اطلع انتاجية بتوازي 8 ساعات، اركز في المهام اللي مطلوبة مني اللي انا بعملها، ما انشغلش مثلا بالموبايل او اكلم حد او ادردش مع زمايلي او العب على الكمبيوتر مكان لو انا مثلا قاعد على الكمبيوتر. يعني اي حاجة تانية هتقلل من انتاجيتي احاول اتجنبها. طبعا في الاخر احنا بنبقى فاهمين ده وقت صاحب العمل بيدينا اجر عليه، يعني هي برضو من الامانة ان انا مدام باخد فلوس مقابل المجهود اللي انا بعمله، فمدام هاخد الفلوس احاول كمان ان انا اقدم اقصى انتاجية مطلوبة مني خلال الوقت اللي مطلوب مني. دي كده كان اخر نقطة معانا. اتمنى ان هي تكون يعني كان الموضوع اللي هي حقوق العمل او رايت تو ورك يعني كان من المواضيع اللطيفة. برضو لو في حد عنده سؤال ممكن يعني نسأل، مفيش اي مشكلة. طيب انا دقيقة واحدة. هنا برضو يمكن نختم بقى بالحتة دي. احنا عايزين برضو نكون عارفين الـ right to work هو برضو بيقع في انهي اريا، يعني هل هو تبع السيفل والبوليتيكال رايتس، ولا هو تبع الايكونوميك والسوشيال والكالتشر رايتس، ولا هو الكولكتيف رايتس. فهنا هنلاقي ان هو تبع الايكونوميك والسوشيال اند كالتشر رايتس. لو رجعنا بقى للتكست بوك اللي بنشتغل منه او الدكتور بعته لنا، هنلاقي ان هي عندنا اول حاجه في الاريا اوف ايكونوميك سوشيال اند كالتشر رايتس، هنلاقي ان هي اول حاجه رايت تو ورك. طبعا اللي حابب يطلع عليها يستزيد. انا مش جايب حاجة، انتوا معاكم انتوا التكست بوك. طب عايزك الناس هو احنا هنشتغل يعني السلايدز دي حضرتك هتنزلها لنا ولا هنخليها من الكتاب؟ هنبعت لكم السلايدز، وطبعا انت حاول بقى تستزيد من اللي موجود في الكتاب. احنا هنا طبعا ياريت بقى الناس احنا هنا مسجلين المحاضرة، ترجع لها الكلام بقى اللي احنا قلناه ده كله، تحاول تفهمه كويس، وتحاول كمان تزود عليه من الجزئية دي في الكتاب اللي هي رايت تو ورك. هو الموضوع بسيط يعني. هو الجزء طبعا الناس عايزينك، بس هو الجزء بتاع الارتكل مثلا لو حابب يسالني فيه مثلا ممكن يسالني فيه مثلا يقول لي الارتكل دي بتتكلم عن ايه ويديني اختيارات مثلا، ولا يجيب لي اختيارات ويقول لي تبع ارتكل ايه؟ يعني ممكن لو معانا بقى مهندس علي.
لو حابب هو يقول لنا الجزئيات دي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا باشمهندس. هو لحد دلوقتي بتاع باشمهندس انت يعني كل حاجه بتاخدها في اليونيفرسال ديكليريشن ده انت مطالب بيها يعني لحد دلوقتي، فاحنا كل اللي احنا عرفناه على اليونيفرسال ديكليريشن اوف هيومن رايتس ان احنا عرفنا طبعا ان هو بيتكون من كام ارتكلز، عرفنا كل مجموعه من الارتكلز بتتكلم على 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 انهي حقوق، تمام؟ وزي ما انت شايف كده مثلا يعني استعرضنا مثلا في الارتكل 23 دي اللي هو الهيومن تو وورك وهكذا، فانت مطالب لحد دلوقتي بكل ايه بكل حاجه، لكن طبعا مش هنسالك نقول لك اكتب لنا الارتكل كام، تمام؟ او اكتب لنا الارتكل الفلانيه يعني كده، لكن ممكن نسالك نقول لك والله لحد علمي طبعا يعني، فلحد علمي الحاجات اللي احنا بنقولها هي دي بس اللي احنا بنبلغ بيها الدكتور طبعا، فالحد علمي برضو او لحد علمنا يعني ان احنا ايه ان انت نقول لك مثلا الارتكل الهيومن تو راي مثلا تو ورك ده تبع انهي ارتكل كانت بتتكلم عنه مثلا يعني بس وهكذا يعني، فانت مش مطالب اكثر من كده ان شاء الله يعني، يعني الحاجات اللي احنا بنقولها بس فقط ان شاء الله يعني بس ان شاء الله. هندسه شكرا جدا لحضرتك وشكرا جدا لكم صبر. شكرا لك يا شباب يعني، وشكرا على برضو المداخلات اللي حصلت دي يعني، ان شاء الله يكون الموضوع مفيد لكم. وبرضو بقى مهندس علي عندك اي تعليق تاني او حاجه حابب او اي حاجه حابب تنبيه؟ هو احنا بس يعني هننبه بس على موضوع الريسيرش او الريبورت، لان الناس لسه في بعض الناس بتتساءل يعني او بتبعت فلسه ما همش عارفين ايه المطلوب بالظبط يعني، فاحنا ان شاء الله يعني هنبه على المطلوب باذن الله وخلاص باذن الله يعني. تمام ماشي يا مصطفى. شكرا جزاك الله خير. شكرا. طيب باشمهندسين، وبالنسبه للريسيرش احنا طبعا رفعنا على ال ام اس توبيك اسمه ريسيرش، وفي حاجه فيه اسمها الريبورت او زي اساينمنت كده هترفع الريبورت. المفروض انت على ال ام اس هتبدا تعمل ريبورت عن اي موضوع من مواضيع حقوق الانسان اللي احنا ايه سبق واتكلمنا عنه. انت ممكن تختار اي موضوع، احنا مش عايزين نفرض عليك اي حاجه احنا نفرضها عليك بحيث ان انت تبقى مرتبط بيها، لان بعض الناس بتتسائل على ايه المواضيع اللي انا ممكن اغطيها، تمام؟ فاحنا اي موضوع انت شايفه من مواضيع حقوق الانسان اللي انت ممكن تتكلم عنها وممكن تقول ان النص بتاع مثلا اليونيفرسال ديكليريشن اوف هيومن رايتس بيقول كذا وكذا وكذا، انت معاه او ضده او ايا كان، تقول رايك بكل صراحه وتعرض الكلام ده في صوره برزنتيشن. يعني المطلوب منك بكل بساطه ان احنا هنعمل ريبورت، يعني مثلا المجاميع عندنا ان شاء الله يعني 10 طلبه تقريبا في كل مجموعه، فممكن تتشاوروا مع بعض ان انتوا تختاروا اي موضوع له علاقه بحقوق الانسان، تمام؟ وتبداوا تعرضوا الكلام ده في صوره ايه ان انتوا تعملوا ريبورت، والصوره الثانيه ان احنا نعمل باوربوينت برزنتيشن، ده اللي هيتم عرضه على يعني علينا ان شاء الله احنا كالمعيدين يعني ان شاء الله هتعملوا قدامنا البرزنتيشن، تمام؟ اونلاين برضو زي ما احنا بنفتح كده مع بعض، تعملوا شير وتبداوا تعملوا ايه تبداوا تتكلموا عن الموضوع اللي انتوا اتكلمتوا عنه. فمش مطلوب منك الا زي ما احنا قلنا كده ريبورت وتعمل باوربوينت برزنتيشن عن اي موضوع. يعني انا مثلا لو مكانك ممكن اختار مثلا على سبيل المثال رايت تو ورك مثلا، المثال اللي احنا كنا بنشتغل عنه النهارده، يا ترى ممكن تقوله ازاي او ممكن تعرضه ازاي، او ممكن تشوف الحاجات اللي اتقالت في اليونيفرسال ديكليريشن اللي تبع الهيومن رايت تو ورك، هل انت معاها ولا ضدها او هكذا، وتبداوا تقولوا ايه ارائكم. ممكن اشوف اي رايت تو اديوكيشن حق التعليم، ممكن احط بقى كيس ستادي، طبعا لو دعمت الكلام ده بكيس ستادي طبعا هيبقى ممتاز جدا.
رايت تو هيلث، اي رايتس انت شايفه من الارياز اللي عندنا كثيره جدا اللي هي موجوده، تمام، سواء كانت الكوليكتيف اريا، سواء كانت السيفل اند السيفل اند بوليتيكال اريا، وهكذا. تمام، اتفضل يا احمد، اتفضل. طب بعد اذنك لسه في موضوع بس كنا عايزين نتكلم عنه، بس قلت اخد راي حضرتك يعني فيه، يعني هل ينفع ولا لا، موضوع اللي هو حقوق المساجين او المساواه بين المساجين. مش احنا في مادة حقوق الإنسان يا أحمد؟ اه طيب اتكلم على اللي انت عايزه يعني، فبس مش مشكلة. انت واصحابك، انتوا التيمز اتشاوروا مع بعض ايه التوبكس اللي انتوا عايزين تقولوها، تمام، وابداوا تعملوها ان شاء الله، يعني مفيش اي مشكلة بإذن الله. تمام، شكرا جدا، شكرا. شكرا. طبعا الديدلاين بتاع البرزنتيشن هيبقى يوم، طبعا هو الدكتور اللي بلغنا بالميعاد ده، يوم 22 ان شاء الله، 22 ابريل ده اخر ميعاد انك ترفع فيه الريسيرش على الماس، تمام، اللي هو الجمعه اللي بعد الجاي. بدايه ان شاء الله من الاسبوع اللي بعده هنبدا نسلكت احنا بقى، نقول احنا طبعا ايه، لقينا الموضوع الناس اللي هتبقى جاهزه، وحد يقول واضح ان ما حدش هيقول، فاحنا الاسبوع اللي بعده على طول هنبدا ايه، هنبدا نقول لكم، ننزل لكم اسماء، دي مثلا الناس اللي هتناقش الاسبوع ده، دي الناس اللي هتناقش الاسبوع اللي بعده، وهكذا. تمام يا باشمهندسين؟ تمام يا نصر، اتمنى ان الدنيا تكون واضحه، يعني احنا مش عايزين برضو، مش عايزين نقول مواضيع معينه، احنا سايبين الموضوع باختياركم انتوا، عشان يبقى كل حاجه تكون ايه، تقدروا تتكلموا عنها وانتوا مرتاحين، او انتوا ايه، او انتوا حابين تتكلموا عنها. بس طبعا مش لازم ان انا هاخد اي موضوع ان انا هفضل اجمل فيه، ده احسن موضوع في الدنيا ومش عارفه ايه والكلام ده كله. والحق في التعليم ده مثلا على سبيل المثال، رايت تو اديوكيشن مثلا، لو خدت الحق في التعليم ده حاجه جميله ومش عارفه ايه، لا لازم تنتقد لو انت عندك انتقاد للموضوع ده، او من وجهة نظرك طبعا، او بتقدر تقول برضو ان انت شايف ان هو حاجه كويسه، قول ان هو حاجه كويسه، بس مش كل حاجه تبقى ايه، تبقى طبعا يعني، انا قصدي اقول ان انت يعني يفضل ان انت في الاخر، لو طبعا اخدنا قدرنا ناخد كيس ستادي، تبقى حاجه طبعا ايه، ممتازه جدا يعني. يعني زمايلنا قبل كده في بعض الجروبات قبل كده كان جايب كيس ستادي مثلا، على ما اتذكر حاجه في سنغافوره مثلا، فبيستعرض بقى ان الناس ما كانتش لها حق في التعليم ومش عارفه ايه، وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا علشان يقدروا فكان فعلا عارض كيس ستادي وكانت ممتازه جدا يعني. فبرضو اتمنى ان يبقى الريبورت بتاعنا او البرزنتيشن بتاعتنا مدعمه بكيس ستادي موجوده، او بحاجه موجوده يعني تقدروا تتكلموا عنها باستفاضه احسن يعني. بس تمام كده يا باشمهندسين، هل الدنيا وضحت ولا؟ ممكن سؤال تاني، ممكن لو حد شايف يعني عدد صفحات الريبورت برضه هنسيبه براحتك يعني، تمام، مش هنجبر عليك عدد صفحات معين يعني. ماشي، تمام يا باشا، تمام. باشمهندس، هو احنا هنعمل باور بوينت للبرزنتيشن ولا هو الريبورت بس؟ هو ال 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 احنا نعمل ريبورت، الريبورت ده هيترفع على ال ام اس، تمام، والباوربوينت برزنتيشن دي اللي احنا هنعرض منها ان شاء الله في طبعا احنا هنبص على الريبورت وهنبص والبرزنتيشن هتعرضوها قدامنا اونلاين باذن الله. باشمهندس، يوم 22 ده الديدلاين بتاع الريبورت صح؟ لكن البرزنتيشن لسه هتتحدد صح؟ البرزنتيشن لسه هتتحدد فعلا، الديدلاين بتاع الريبورت هيبقى يوم 22 ابريل ان شاء الله. البرزنتيشن لسه هتبقى بعد هنبلغكم اول يعني، بس هي طبعا هتبقى اول اربع على طول بعد يوم 22 يعني. مثلا لو انا مش عارف ده طبعا هيبقى اجازه ولا ايه بقى يعني، انتوا نصيبكم يعني، هيبقى يوم يعني اول اربع، هيبقى يوم 27، مش عارف ده هيبقى اجازه ولا لا بصراحه. فيوم 27 ده 27 ابريل يعني، انا بفتح الكاليندر اهو برضو. لا مش هيبقى اجازه، الاجازه بدايه 2/4، تمام. 27 27 ده مش هيبقى فعلا ايه، مش هيبقى يوم، مش هيبقى اجازه، لكن ممكن مثلا ممكن ساعتها نحدد معاكم ميعادين مثلا الثلاث والاربع على حسب الايه،
على حسب الظروف ان شاء الله. حتى لو بعد الفطار يعني هنتفق ان شاء الله، هنقول والله احنا هننزل جدول بمواعيد كده بالناس برضو اللي هتناقش باذن الله يعني. تمام تمام وبيبقى حد ربع ساعه صح كده ننزل على حسب بقى مين، ممكن ربع ساعه احنا نحدد يعني هننزل لكم مواضيع البرزنتيشن دي في تفاصيل لوحدها باذن الله يعني. لكن اهم حاجه دلوقتي ان الناس تعمل الريبورت وان ايه وان وتبدا توزعوا الشغل على بعضكم. طبعا طبعا اتمنى ان الناس كلها تكون شغاله، لاني كل جروب احنا عندنا جروب مكون من كذا، فساعتها نقول والله فلان الفلاني انت عملت ايه في فالناس يعني نتمنى الناس كلها تشتغل. مش عايزين بقى ندقق يعني، مش عايزين نبقى رخمين على الناس نقول ايه ومين اشتغل ومين ما اشتغلش وندي درجات او يعني، مش عايزين نعمل كده. احنا عايزين كل الناس فعلا تبقى صادقه وتشتغل مع بعض ونتعاون ايه ونتعامل بروحنا يعني، الناس كلها ايه تقدر تشارك يعني، بس ما يكونش حد سايب حمل على حد والناس التانية مطنشة. لذلك انا قلت لكم قبل كده ان الناس تكون الجروب اللي انت بتختاره يا ريت يكون حد يعني، حد لو يعني حتى لو هو مش من القسم بتاعك ان انت تقدر تتواصل معاه. ما ينفعش يعني، كنا بنشوف قبل كده ساعة العرض البرزنتيشن اصلي زميلي اللي معايا من باور مش لاقيه، وانا كنت بعته على بعت له على الجروب ويطلع زميله دخل في جروب تاني، فده طبعا ما يصحش في ايه. فالناس تاخد بالها بس من ايه من النقط اللي زي كده. اتفضل يا فندم. بس احنا قلنا الديدلاين رفع ريبورت يوم 22 ولا 27؟ الديدلاين بتاع الريبورت ان شاء الله هيبقى يوم 22 تمام، لكن اول عرض للبرزنتيشن اول ناس هتبقى جاهزه هيبقى يوم 27 المفروض. تمام شكرا. هو طبعا احنا ايه يعني احنا هنبقى طبعا عارفين يعني، مش هننزل يعني، هيبقى في ناس كده خدت فرصه بدري وفي ناس خدت فرصه وقت اطول. طبعا الناس اللي بتتاخر بيبقى احنا بنحق يعني، احنا برضو عارفين الناس اللي هتبدا غير الناس اللي هتبقى ايه هتبقى بدأ يعني. الناس اللي هتبدا اول برزنتيشن مثلا مش زي الناس اللي هتنهي اخر برزنتيشن. الناس فاهم قصدي؟ اكيد احنا برضو هن ايه هن هنسالهم بقى وبتاع وكده يعني. بس ف ما تلاقوش يعني من حاجه، احنا بنحاول نخلي الموضوع كله ايه يبقى ان شاء الله عادل لكل الناس تقريبا ان شاء الله على قد ما نقدر طبعا. تمام باشمهندس صلاح، في حد بس رفع ايده؟ باشمهندس هاجر اتفضلي. هو دلوقتي التيم الليدر هو اللي هيرفع بس الريبورت. ايوه مظبوط صح، دي حاجه برضو مهمه جدا. التيم ليدر بس هو اللي هو انتوا هترفعوا كل ريبورت واحد، الليدر بس هو اللي هيرفع. طبعا برضو ما انساش اقول لكم مهم قوي، طبعا الصفحه اللي بيبقى مكتوب فيها الاسماء يعني الصفحه، احنا طبعا مش عايزينكم تطبعوا حاجه، انتوا تعملوا حاجه سوفت يعني كلها سوفت كوبي. فالمهم جدا الصفحه اللي هتبقى عليها الاسماء بالاي دي تبقى صفحه لوحدها. ماشي يا باشمهندسين؟ رجاء يعني. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس. الحاجه الثانيه، انت مش هينفع ترفع على صيغه البي دي اف. تمام، يعني لو حد عمل وورد او اي صيغه ثانيه هيجي يرفعها مش هتقبل معايا، فلازم بي دي اف. تمام تمام يا باشمهندس. هل في حد عنده اي مشكله في الكلام ده ثاني؟ تمام يا باشمهندس، بالتوفيق ان شاء الله وربنا يوفقك باذن الله. شكرا لك. شكرا لك باشمهندس عمر، في حاجه حضرتك عايز تضيفها يعني؟ لا شكرا، مش هنفع عليهم. ماشي ماشي، بالتوفيق يا شباب. ماشي، السلام عليكم.